بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك هذا الفوز للاعبين، مبروك للإدارة، مبروك للجمهور اللي الصراحة عزرنا بكل مكان من شمال العراق لجنوب العراق. ألف مبروك لهم، يستاهلون. أتوقع أنه هذا مو شيء سهل أنه ثالث سنة يأخذون على التوالي. أكيد هذا تخطيط من الإدارة، أكيد اللاعبين لهم دور كبير. أتمنى من الإدارة أنه يسوون تكريم خاص للاعبين اللي أخذوا ثلاثة دوري بالأنس أول سنة وأول أي، فللاعبين صراحة ثالث سنة يأخذون على التوالي المفروض لهم تكريم خاص، تكريم خاص دول اللاعبين، لأن قلت لك مو شيء سهل ثالث سنة على التوالي يأخذون هاي اللاعبين، فأكيد إن شاء الله لهم تكريم خاص. الحمد لله والشكر، آخر مباراة فزنا بها أهم شيء. علينا إن شاء الله اليوم نحتفل من اليوم، اليوم إن شاء الله الساعة 12 بعد وراها خلص عندنا ينتظرنا مباراة على الكاس. احنا ان شاء الله عازمين على تحقيق اللقب الدوري والكاس ان شاء الله. انا المحترم عن مثل استخبار صاير اركض ورا اليوم اجا احترافه وما يدري وعندي رايته احترافه ما يدري؟ لا بس هو ما يحب يعلن. ما يحب يعلن اي طبعا هذا مو هذا يعني هذا. انت شنو مياكم جمهور الشرق تريدوا يبقى؟ حشت الكاسي كثارتي إذا ذاقت بك الدنيا يوما فتذكر إن لمن كان في قلبي حسين علي إجي والله العظيم كاتم وبحب كياني وإلى من حقه يروح لأي نادي على رزقه وعرق جبينه، لكن اللي سواه من المستحيل. وأنا التواصل ويا سيادة الفريق، ألف تحية سيادة الفريق رئيس نادي الشرطة، إن حسين علي ما ممكن بس بشرط، أنا قلت شرط إجا اعتراف الله محمد عسل ما لسه حبيبي. اكيد الحمد لله والشكر، اي اكيد الحمد لله والشكر انه شافوا انه انا بالملعب شنو دور. الحمد لله يعني 90 دقيقه يمكن اقاتل ما اميز، المهم الحمد لله اكو بس بعد ان شاء الله نشوف.